Audio Jungle. إليكم 10 خطوات لزيادة الثقة بالنفس، مقدمة لكم من قناة حول العالم. أولاً، الاعتناء بمظهرك الخارجي. بالطبع لا تظهر قيمة الإنسان بمجرد ارتدائه ملابس ذات مظهر جيد أو ما شابه، ولكن الظهور بمظهر أنيق أمام الناس يعطيك دفعة قوية وثقة أكبر وقدرة على التعامل بشكل أحسن، فالناس يحبون الشخص ذو المظهر الجيد والمرتب. ثانياً، المشي بمعدل أسرع. المشي بسرعة يعطي شعوراً بأن الإنسان مهم ووراءه الكثير من الأعمال التي يجب أن ينجزها حتى لو لم يكن هناك أي أعمال، ولكن المشي بمعدل 25% أسرع يعطي الشعور بالثقة، وذلك عكس الشخص الذي يمشي ببطء وتظهر عليه علامات التعب والإرهاق. ثالثاً، الاهتمام بوضعية الجسد. إذا كنت تتحدث مع أحد فيجب أن تجعل ظهرك مستقيماً ورأسك مرتفعاً ومواجهة عينك في عين الشخص الذي تحاوره، فذلك يعطي ثقة أكبر بالنفس على عكس الشخص الذي يجلس منحني الظهر منخفض الرأس وينظر في أعلى وأسفل حتى لا تتقابل عينه مع عين المحاور. رابعاً، ادعم نفسك. من أكثر الأساليب التي تعمل على زيادة الثقة بالنفس هي سماع كلمات المدح والثناء، وبما أن الله وهبك ميزات ونعم لم يعطها لكثير من الناس، فيجب أن تعطي لنفسك دفعة بالمدح والدعم كلما شعرت بضعف ثقتك في نفسك، ولكن احذر التكبر. خامساً، الامتنان. الكثير منا يحلم بتحقيق أشياء لا يقدر عليها، وعندما يسأل الإنسان نفسه لماذا لم أحصل على هذا الشيء يبدأ بتوجيه اللوم على نفسه، وهنا يظهر الضعف والشعور بالهزيمة. ولكن في هذا الوقت تذكر نعم الله عليك والنجاحات التي استطعت تحقيقها في السابق، والشعور بالفخر وحث النفس على العمل أكثر لتحقيق ما تريد.